ست مجيده وانعام ماسكين في خناق بعض وهيقطعوا بعض وجيت على هنا على طول. الله عليك يا عمي الله عليك. انا مش عارف بس دولا ليه ما طلعش زي حضرتك كده. دوت خايب خايب، لو كان سمع كلامي ما كانش نام النوم اللي هو نايمها دي. يا انا كان نفسي دولا ما يطلعش خايب وطيب كده ويطلع زي حضرتك كده مدردح وصايع قد الدنيا ودافي وقليل الادب وحمار، مش كده؟ ليه بس يا عمي كده؟ لا قال لي يا عمي، هو الدكتور قال لحضرتك دولا هيصحى سنة كام؟ تصدق لا اله الا الله، عادل ابني عنده حق انه يجيله ده الفيل اللي جاله ده. ليه يا عم؟ عشان بيتعامل مع حمار مخطط زيك. ليه بس يا عم الغلط ده؟ وانا الله على فكرة بقى مش انا السبب، ده الستات اللي في البيت هم السبب. دولا ما بقاش عارف يرضي مين ولا مين. ستات ستات مين؟ لا ده انا سعيد سعيد الشديد هعرف ألعب الستات دول على الشناكل واخد طربني بإيدي. طربنك؟ عمي هو دول اتقتل؟ لا ما اتقتلش، بس إن شاء الله لما يفوق هخليه يقتلك أنت. طب سيب رقبتي، عايز أفهم يا عمي. من رقبتك ومال الفهم؟ مش راسي على رقبتي. أنا هفهمك يا رمزي. قول يا سعد. الستات دول جنس ملعون، ما هماش لطيف وبتاع زي ما هم قايلين، لأ. الستات دول مش عايزين الراجل الصريح زي ابني معاهم، عايزين اللي يلاوعهم ويلاعبهم على الشناكل. الله 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 عليك يا عمي، الله عليك يا ابني والله. ايه يا ابني؟ هو انا بغني لك موال شعبي؟ شعبي مين يا عمي؟ ده انت بتقول درر. درر ايه ده؟ انا ما شفتش غباء زي غبائك ده، ده انت غبي طحن. اسمع علي، مش ملاحظ ان انا من ساعة ما جيت مفيش زبون واحد دخل البازار؟ انا ملاحظ يا عم يعني، وباين على حضرتك كده ادمك خير علينا. اسمع كل التماثيل الستاتي والحاجات المدعلطه ده عايزك تحطهم لي بره البازار، عايز الناس يعرفوا ان ده بازار مش مغاره علي بابا. الله عليك يا عم. ايه يلا؟ الله عليك الله عليك والله العظيم، انا قلت حضرتك بتقول درر وبتقول احكام وهنخلي البازار ده متحف ان شاء الله. وانت لسه شفت حاجه؟ ان شاء الله البازار ده هخليه يشغي ستات كده، ستات 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 ستات. عمي يعني دولا لما يصحى من النوم هيلاقي البازار ده اتقلب كباريه؟ تعال عايزك. نعم يا عم. فيك من يكتم السر؟ في بير يا عمي. هات ودنك. اتفضل. ولا رمزي؟ ايه تقول؟ بقول لك ايه، خد تعال. بقول لك تعال، عايزك تجيب لي من المخزن التمثال بتاع مخ مخرع اله الذكاء. لا يا دولا انا بص، اله الذكاء ده انا ما بحبوش يا دولا، بيقعد يبص لي بصات غريبه كده. اله الذكاء بيقعد يبص لك؟ يا غبي يا غبي، طبعا انت بتعشق اله الغباء مخ مخرع. ده حبيبي ده يا دولا. مخ مخرع بقى اله الذكاء ده مطلوب مني، روح هاتهولي من المخزن على طول. ولعلمك اله الذكاء ده جدك يالا، المفروض كنت استفدت منه اتعلمت منه اي حاجه يا غبي. يا عم لا انا بص ما بحبوش بقى. بقول لك ايه يا دولا، هو اله الذكاء ده هو يعني هو اللي اخترع الشطرنج؟ يخرب بيتك، شطرنج يالا كان ايام الفراعنه يا عبيط يا هبل. لا طبعا ما كانوش لسه اخترعوه. مخمخرع ده بقى اللي هو اله الذكاء هو اللي اخترع الكوتشينه. اه دولا طب بقول لك يا دولا، هو مين بقى اللي اخترع الدومنه؟ الدومنة دي اللي اخترعها يا سيدي دبشرع. مين ده؟ دبشرع اخو جوهرياك واختهم بقى الصغيرة اللي هي دوسة، بس دوسة دي كانت اختهم بس مش شقيقة، يعني اختهم من طاولة تانية. اه يا دولا ده الواحد بقى كده هون يعني المفروض يحترم الفراعنة دولت قوي يعني، علشان ده تلاقيهم بقى هما اللي اسسوا فكرة القهوة. اوه رجعتني للتاريخ يلا رمزي، الاصلي قاري كتير جدا، هم اللي فعلا اسسوا موضوع القهوه ده باماره مثلا الاله شيشرع، وده برضه فكرنا بحجر يع. امال ايه؟ لا 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 روح يلا روح اجري تجري على الله، روح هات لي بسرعه التمثال اجري. ماشي يا دولا، الواحد بيستفيد كل يوم والتاني يا دولا. ما تستفدش يلا اتكل على الله بسرعه يا ده رمزي. وقعت ايه يلا يخرب بيتك؟ يعني تمثال وقع عادي مش مشكله. خد يا دول اهو. اه وخد، لقيت الكتايب دون جوه. ده ايه الكتاب ده؟ لقيته جوه في المخزن. لا 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 ده كتاب قديم كان عندي في المخزن. الكنوز الفرعونيه، ده اسم برنامج ده ولا ايه؟ كنوز الفرعونيه لمؤلفه ياقوت مرجان. لا 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 ده دي ايه ده؟ ده في خريطه يالا.
خريطة؟ ارميه ارميه يا عم، تلاقيه كتاب جغرافيا. ارمي ايه؟ دي خريطة كنز، كنز طاعة الوالدين، الطريق الى الكنز. الرموز والشفرات دي، الكنز يقدر ب 300 سبيكة ذهبية. اذا عثرت على الكنز هتعيش في نغنغة وعز. ابحث ابحث، خربش تكسب. ايه ده دولة؟ ده انا خايف، انا خايف يا دولة. خايف من ايه يالا؟ خايف من خريطة يالا؟ خريطة كنز يعني ممكن فعلا لو دورنا ممكن نلاقي كنز. لا ما تقولش. ما انا قلت يا ابني خلاص، وواضح ان الكنز ده موجود هنا هو في المخزن بتاع البازار، بس الرموز دي مين اللي حلها؟ استنى كده يا عم، استنى 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 كنز كنز. استنى يالا، ده في كارت يالا. ده كارت على ورقة باردي. ياقوت مرجان، خبير اول حفر وتنقيب وفك رموز، حاصل على دبلومة الكنوز الفرعونية من معهد الزلعة الذهبية. حلو، هو ياقوت مرجان ده اللي هيدلنا فين الكنز بالظبط. استنى كويس، في رقم موبايل ليه. ايوه جاي. احلى ثلاثة شاي على مية بيضاء يا استاذ عادل. شكرا. يعني انت متأكد ان ياقوت مرجان ده مات؟ بقول لحضرتك ده والدي، انا ذهب ياقوت مرجان. احمدك يا رب. وعلى كده بقى حضرتك يعني تعرف كلمة السر بتاعت مغارة علي بابا؟ اصل هم غيروها. ايه ده خارج من فيلم كرتون ده ولا ايه؟ بس يا بابا احنا بنتكلم عن كنز بجد. حضرتك يعني افهم من كلامك ان انت فعلا تقدر تلاقي لنا الكنز ده؟ يا استاذ دي مهنة انا وارثها ابا عن جد عن عم، مهنة تتوارثها الاجيال. زي مهنة الحمار كده يعني. شوف مش عايز ينسى مهنته ابدا. انت بتتكلم ليه حضرتك؟ يعني الكنز ده بالنسبة لك سهل يعني؟ انا كده هقوم امشي على فكرة. مش يا عم ما تتصعبش علينا قوي كده، انا هقوم امشي وبتاع، انت تعمل لنا فيها خولي بتاع الكنوز. ولا 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 عيب يلا عيب يلا، احنا اسفين جدا يا باشمهندس، معلش انا بس كنا حابين يعني نطمن. احنا عيلة مشهورة بالذهب ابا عن جد، ايدينا في الذهب ابا عن جد. انا جدي هو اللي اكتشف كنز الملك قارون. ايه ده يا اللي هو بتاع الفيوم ده؟ كنز قارون؟ طب ولقيته المفتاح؟ انا كنت عارف يعني ان هو تايه. لا احنا فورنا الاقفال. فورت الاقفال؟ لا كده احنا اطمنا يعني، مدام بتعرفوا تتصرفوا اطمنا حضرتك. طيب نتكلم بقى بشكل عملي، هنتحاسب ازاي؟ انا هاخد 10% من الكنز بس. 10% ولا تفرق معانا يعني؟ هو الكنز بتاعنا يعني ده احنا نلاقيه لسه يعني. بس خلي بالك أجرة الحفارين وسجايرهم وفطارهم والعدة عليك. دي الأجرة اللي عايزينها قبل ما يلاقوا الكنز. طب كام يعني؟ تخشينا في حدود كام؟ يعني حوالي 3-4 آلاف جنيه، وانت وشطرتك في الفصال بقى مع العمال. 3-4 آلاف؟ لا خلاص مفيش مشكلة ان شاء الله، بس اهم حاجة ما يفشوش الاسرار، انت عارف الضرائب عينيها مفتحة جامد يعني. يا استاذ انا جايب لك صفوة الرقاصة. يا استاذ انا قصدي صفوة القوم في الشغلانة دي. جايب لك ابراهيم حفره، عباس تحضيره، سيد مطب ده علشان الطوارئ لو قابلنا تحت مسلح ولا حاجه نخش فيها كده. كل ده كوم، وعرق عبده ابليس لوحده كوم تاني. عبده ابليس؟ حضرتك مش شايف ان في تناقض بين عبده وبين ابليس؟ عبده ابليس ده علشان لو اتكعبلنا في لعنه واحنا بنحفر. شوف يا بيبي، انا قريت في كتاب الاحجار الكريمه موضوعه علميه، هو ان المنطقه دي بالذات بتبقى خصبه جدا لنمو الكنوز. نمو الكنوز؟ انا هضطر اوافقك يا رانيا لان ما قداميش حل تاني صراحه يعني. يعني انت عايز ايه يا عادل؟ بص يا ماما، انا عايز في حدود مثلا 3-4 آلاف جنيه. انت عارف يا عادل يا حبيبي يعني البير والكفر بتاعه. ده ايه الفرانكو قراب ده؟ بير والكفر بتاعه؟ دي راي دي. المهم يعني يا حماتي هتعملي ايه يعني؟ هتدفعي ولا مش هتدفعي ولا ايه؟ طيب بص يا ابي، لو اديتك الحلق بتاعي ولقيت الكنز هترجعهولي ايه؟ بصي بقى يا نجلاء، لو اديتيني الحلق هرجعهولك سبيكة 2.5 كيلو. لو مش عايزة مثلا انا اوزنلك اوزني برا، وعشان لا اظلمك ولا تظلمين. اوكي خد يا ابي. ماشي برافو عليك برافو عليك. خد يا عادل، احنا مش هنسيبك في الزنقة دي. طب هترجعهم لي كام؟ هرجعهم لك يا ماما سبيكة ضخمة جدا يعني، مدام دول أكبر من دول يعني سبيكة 10 كيلو، وانت جوه بقى في ايه؟ في الحلة مثلا تسيحيها وتقطعي وتقسمي وتشكلي زي ما انت عايز. خدي يا حبيبي. معلش يا عادل، انت زي ما انت شايف معديش غير فتلات. ممكن أدي لك فلوس متسلية؟
متسلية ايه؟ حد بيحكي لهم حكاية يعني ولا ايه؟ لا يعني فلوس واحدة ورا واحدة كده. فلوس سايلة يعني. ايوة مظبوط كده. بس بص بقى، انا عندي شهادات الفئة بتاعتها، فئة بتاعت او. الفئة او؟ دي فئة غريبة قوي، ده فصيل الدم. بس ماشي، اديني بس انت الشهادات دي وانا هتصرف ان شاء الله. بس يعني ما وعدكيش ان انا اديكي مثلا مبالغ ضخمة او اديكي مثلا من الكنوز حاجة ضخمة. اللي هديهولك ده يعتبر هدية مني ليك. طب افرض بقى الكنز ده ما تلاقاش ايه يا بنتي؟ ده انا معايا اللي بيدور على الكنز اساسا، اسمه ذهب ياقوت مرجان. يعني لو ما لقيناش الكنز ممكن نسيحه ونرجع لكل واحد فلوسه. المهم انت بقى رانيا هتعملي ايه؟ انا يا بيبي هقدر ان شاء الله افيدك بمعلوماتي الفرعونيه الفاسده، يعني اقدر اقولك قيمه قطعه الذهب دي هتبقى قد ايه، جايه من اني حته، سبوع الملكه حتشبسوت الاول، عيد ميلاد البت الفرعونه الصغيره، كتب كتاب الملك مينا الخامس عشر كده يعني. كتب كتاب الملك مينا. ماشي يا رانيا، ماشي، معلومات هتقوليها وخلاص. بس يا جماعة، أنا اللي بطلبه منكم دلوقتي بجد، أنا هبتدي حفر خلاص وهبتدي الاتفاق مع الناس اللي هيحفروا. اللي أنا طالبه ادعولي يا جماعة. يا رب يجعل لك في كل خطوة سبيكة. هو مين اللي خرم الأوزون؟ يا ابني دي إشاعات يا ابني، الأوزون ما تخرمش ولا حاجة. اسمع بقى. أنا آسف، اتفضل كمل يا جزمة. إحنا بقى يا سيدي ككماليات حية لينا طبعاً أذنين اللي إحنا تقريباً بنسمع بيهم دولت. كوكو الأرض. كوكو؟ اسمه كوكو؟ ده على أساس إن الأرض على شكل بطة يعني ولا إيه؟ لا مش هعرف أكمل، أنا أروح بقى أدي معلومياتي دي لحتة وفقتلة. غور يالا ما تكملش في 60 داهية. حاضر يا دولة هكملك. كوكب الأرض ده بقى ليه أذن واحدة بس بيسمع بيها، المعلمين سموها الأذون. المعلمين اللي هم زي العلماء يعني سموها الأذون. ده حاجة حلوة أوي. ابتديت تفهمني يا دولة، ابتديت تفهمني يا ابن عمي. الأذون بقى دون اتخرم. الأذون اللي هو زي الودن بتاعت الكرة الأرضية اتخرم. ده حد مثلا جه في الودن دي وقال توت، ولا مثلا الكرة الأرضية بتستحمى دخل في ودانها مثلا شوية صابون ومية. بونجورنو سينيورا. بونجورنو سينيوريتا. اهلا اهلا دولا. هي ايه اللغه دي؟ ايطاليا بتاع كاوكاو، ايطاليا جاموسا. invece di uscire con gli amici preferisco passare in Egitto in lavoro o in vacanza. طبعا يعني، بس حضرتك يعني احنا كسبانين في الحته 2 جنيه يعني، ده اقل حاجه نقدر نكسبها، ما نقدرش نقلل عن كده يعني. La mia vita adesso è un po' diversa da allora. طبعا، لكن حضرتك يعني مبلغ زي كده يعني لازم يكون جاهز من الاول، فاحنا هنديكي لازم يكون جمله، لازم يكون في سعر جمله يعني عشان نقدر نكسب يعني. طب بقول لك ايه يا دولا، ما تيجي نديلها من التماثيل المكسره. ايه مكسر دي لفوق ايه؟ انا من نابولي بحاره سباجيتي. طلعت من نابولي يلا حاره سباجيتي. بصي حضرتك بقى، حاره سباجيتي، حاره موتزاريلا، حضرتك احنا عندنا الاسعار ما فيهاش نقاش، احنا بنخفض لك حاجه بسيطه بس عشان ايه الجيره اللي بيننا وبينكم في ايطاليا يعني. لا يا دولا، احنا لازم بقى نكرمها شويه، يمكن نطلع بكيسين كشري. انا مش جايه اشتري، انا جايه ابيع تماثيل فرعوني. جايه تبيعي تماثيل فرعوني؟ حضرتك يعني انا عمري ما سمعت ان القدماء المصريين عملوا هجره غير شرعيه لايطاليا، ده عملوها من زمان بقى ولا ايه؟ حبيبي احنا هنبيعوا تماثيل مقلده زي دوله الصين عمل فيكم، فاحنا عاوزين ناخد شغل كله من الصين. تاخدوا الشغل من الصين؟ معلش انتوا كده بتصفوا خلافات بين الدول وبعضيها يعني، عايزين تنافسوا الصين، دي حاجه بينكم وبين بعض، انا مالي؟ احنا هنديكم نصف اسعار الصين. لا مش هينفع. بص حضرتك احنا خلاص ادينا كلمه يعني للحاج ملك الصين، يعني انا شخصيا اديتها له الكلمه دي، يعني احنا مش هنقدر نطلع قصيرين معاهم، كفايه هم اصلا قصيرين. كلمه اللي اديتها للحاج ملك الصين، طب اسمه ايه ملك الصين؟ جاكي شان. ليك قريت المعلومه في حته ولا حاجه؟ عموما انا ما اديتش كلمه لحد، وانا صاحب البازار، البازار ده بتاعي وانا اللي بتكلم هنا. بس المهم البضاعه هتوصل امتى؟ استبر شوية، البضاعة مشونة في ميناء القاهرة. يا دول اسمعني بقى، خد من رمزي بقى كلمة بقى، التماثيل دي ايطالي يعني بتاعت مشاكل، مش بعيد تلاقيها بتلعب كرة جوه في المخزن يا دول. جيبوا لنا تماثيل بتاعت باولو روسي، ما بتقول لك تماثيل فرعوني يا اخي، انت بتتكلم ليه؟ مالكش. ها ها نو 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 ماشي.
عزيزي، هنحتاجه إلى السجل الضريبي حتى تتموا عملية الاستيراد والتصدير بالسلامة. بالسلامة إن شاء الله تتم بالسلامة، سجل تجاري وبطاقة ضريبية وكل اللي أنتوا عايزينه ما دام ما فيش فلوس هتدفع، متفقين؟ قشطة؟ قشطة. مقرف. ليه يا دولة بس، هو عمل لك إيه يعني؟ ده منظر موبايل. ده أنا يا ابني ببقى في أي حتة قاعد مع أصحاب البازارات صحابي، كل واحد مطلع موبايل بتاعه، ده موبايل مجسم، وده موبايل بالنغمات، وده موبايل مش عارف شكله عامل إزاي بالألوان، وأنا طالع بده، بتكسف والله طلعه من جيبي، يا ابني افرض رن ولا تهبل. يا دولة دي مظاهرات فاضية. المظاهرات فاضية إيه؟ محدش طلع فيها يعني ولا إيه؟ أنت بتقول أي حاجة وخلاص. انا لازم اغيره، لازم اغيره، لازم اغيره. دولا طب ما دام بقى هتغير الموبايل ده وهتجيب واحد جديد يبقى اديني القديم ده. عايز يبقى معاك موبايل؟ يلا يا رمزي. ده ابوك اللي اسمه ابوك لما انت طلبت منه موبايل قال لك هجيبه لك بس على شرط تركب اخواتك وراك. ايوه دولا، قال وانا قلت له هركبه وهو اللي ما جابهوش برضه. لا 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 لا، مش هديك الموبايل، بس انا بالنسبه لي الموبايل بتاعي ده هجيبه قدامي حروب وقدامي ناس كتيره جدا هتحاربني عشان الموبايل ده، بس انا هجيبه يعني هجيبه. هات ودوله ودمر وكسر وكل حاجه، بس هو ده بتاع مين يا دوله؟ ده بتاع ام كوثر. يلا وانا لازم اعمل خطه عشان اجيب الموبايل، وعشان اوصل للخطه دي لازم يكون معايا حد ذكي جدا. انا تحت امرك. هلو. اهلا اهلا. صباح الخير. صباح الفل. صباح الفل، اهلا وسهلا. انا كنت جاي النهارده يا جماعه عشان اتكلم معاكم شويه، ممكن تسمعوني؟ طبعا ممكن نسمعك، ده انت جارتنا يعني، والمثل بيقول يعني الواحد ياخد باله من جاره. وكمان ليك يا عين تيجي لحد هنا في بيتي؟ عيب يا رانيا عيب، دي برضو ضيفتنا وفي بيتنا. لا يا انتي، انا بس اللي اقول هنا مين ضيفتنا ومين في بيتنا حضرتك، لان ده بيتي حضرتك. بيتي حضرتك؟ تقصدي ايه يا رانيا؟ يا بنتي انتي مالك، انا ما قصدكيش انتي يا سناء. اه بحسب شقيل شقيل اخغاس وخالص. معلش يا رانيا عشان خطرناني انا، نديها فرصتوس علشان تتحدث. فرصة ايه يا مامي؟ ما كفايه الاستاذ عادل مديها طول النهار فرصه انها تتكلم. انا لا ابدا، انا عمري ما سمعتها وهي بتتكلم خالص. يعني ايه يعني ايه يعني ايه يعني رمزي بيكذب مثلا 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 رمزي بيكذب؟ تجسسي عليا؟ تتجسسي عليا؟ ماشي يا رانيا ماشي. لا يا عادل، لا اوعى اوعى، مش بتجسس عليك يا عادل، بس كل حكايه انا خايفه حد يخطفك مني. يا مدام رانيا، يا مدام رانيا، انا ما جيتش العماره هنا عشان اخطف حد من مراته. ها اطمنت الحمد لله، عشان تعرفي بس ان انت ظلماني. تعالى لي بقى جاسوس تعالى. ايه ده يا ابي، انت هتسيبنا وتمشي كده من غير ما تحل المشكلة دي؟ المشكلة دي مفيش اي مشكلة ولا حاجة، وانا برضو رايح البازار دلوقتي عشان عندي ميعاد مع الرجالة بتوع العمارة كلها عشان نفس المشكلة. خلاص حلها انت رجالي واحنا هنحلها حريم. يا سلام يا سلام يا سلام، حضرتك متفق معاها ولا ايه؟ امال ما قلتليش على الاتفاق ده ليه يا زفت؟ ما يمكن اتفقوا بقى وانا بجيب الحاجة الساعة. اي اذية، يلا يا جاسوس عامل لي فيها شارل سامحون، اتكل على الله. يلا يا اسرائيلي. انا مش فاهمه يا مدام رانيا، انت ليه ما عندكيش ثقه في نفسك؟ لا 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 لا، الا الثقه في النفس. انا اتميز بثقتي في نفسي والتضخم. بصراحه بقى احنا اللي مش واثقين فيكي اساسا، ومش واثقين اساسا في شغلك ده اللي انت فاتحاه. بصي يا حبيبتي، لو واحده عندكم في العماره فتحت صاله راس، مامتك مش هتقلق عليكي؟ اولا يا طنط دي مش صاله راس، دي صاله ايروبكس وتجميل وللستات بس كمان، وثانيا بقى انا مامتي متوفيه من فتره. يا حرام يا حرام يا حرام يا حين. اتفضلي اتفضلي ارتاحي اشربي تاكلي. مع أنا جمعكم النهاردة طبعا عشان نتناقش في مشكلة تكيفنا مع الناس التانين. طب الناس التانين هم المشكلة؟ إيه ناس التانين عمرهم ما يبقوا المشكلة، المشكلة في إن إحنا نتأقلم مع الضغوط اللي حوالينا.
يا عادل يا ابني، ونستنى ليه لغايه ما ضغطنا يعلى؟ لا يا ماما، مش الضغوط يعني الضغط ويعلى ويوطى، لا الضغوط للمؤثرات الخارجيه الجميله الحلوه يعني. يا استاذ عادل، يا استاذ عادل، كلمنا امال عربي عشان خاطر نفهم يا اخويا. وانا بتكلم انجليزي يا ام ميرفت. انا بقول بمنتهى البساطه يعني يا اخوانا، ان الساكنه الجديده دي جارتنا الجديده الجميله العزيزه يعني، لازم نرحب بيها بدل ما نتضايق منها يعني. ازاي بقى ما نتضايقش بيها وهي ضيفه تقيله ومش طايقينها خالص خالص تقيله خالص؟ ماشي ماشي، يعني انت عارفه ان الضيفه ممكن تبقى تقيله على الناس اللي قاعده عندهم يا حماتي. انت كمان. والله يا اخوانا انا شايف ان احنا مش عايزين نخرج من الموضوع الاساسي، وخلونا في موضوعنا. بص بقى يا استاذ عادل، هتقولي صح هتقولي ما يصحش، احنا ما نقبلش على كرامتنا ان واحده زي دي تقعد وسط حريمنا. والله بقى اذا كان وجودي هو اللي هيجرح كرامتك فمعلش بقى، سوري، يبقى العيب في كرامتك. وانت ايه راي عيلتك في الموضوع ده يا استاذ عادل؟ والله يا استاذ حلاوه، انا عيلتي ملهاش راي، ما دام بتكلم في السياسه محدش بيتدخل. ايه اللي عيلتي ملهاش راي ده؟ طبعا احنا مش موافقين، احنا مش موافقين. اهل بيتك مش موافقين، عايزنا احنا يا اغراب نوافق. ايه يا عم ضحكه الكفار اللي انت بتضحكها دي؟ وبعدين يعني انا جايب لكم اكل وعمال اجيب لكم في حاجات ساقعه، وفي النهايه تقولوا مش موافقين؟ طب خلاص الاجتماع خلص وانا هفض الاجتماع. يلا اتكلوا على الله، اتكلوا على الله. بترككم. يلا اتكلوا على الله، اتكلوا على الله. يلا مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. استاذه شاهي، يعني ان شاء الله كل حاجه ليها حل. اوكي ميرسي خالص يا استاذ عادل. لا لا، باي. بس عيب عيب عيب، احرجتوني جدا مع الست واحرجتوني مع النقل. علمكم بقى انا اخر مره اعمل اجتماع للعماره دي هنا اهو، يعني فعلا مينوب المخلص الا تقطيع هدومه. انت عزفت يا رمز، قوم سيب ايدك دي. يا رانيا تعال. ايه عارف دي ايه؟ دي ربع جنيه؟ دي 5 جنيه زفت. 5 جنيه؟ ايوه الخمسه دي هتبقى بتاعتك لو عملت لي اللي قلت لك عليه. بتاعتي انا؟ انا تحت امرك يا ست الكل. الست اللي كانت قاعده هنا لو راحت لعادل البازار تكلمني وتقولي. اوكي؟ حاضر، بس انهي ست فيهم؟ الست الجاره الجديده يا زفت. ماشي ماشي، لا انا هفتن على ابن عمي دولا. لا طبعا. هتفتن يا رمزي. حاضر يا ست الكل. هو انا يعني هفتن على حد غريب؟ قامت مصر بعد العثمانيين. صباح الخير. صباح النور، اهلا وسهلا يا فندم. واضح ان البضاعه اللي عندكم حلوه قوي. حضرتك احنا البضاعه اللي عندنا في البازار بتجي لنا مخصوص من الصين، والصين طبعا عارفه حضرتك الدوله مصدره جامد دلوقتي. غريب، مع ان الناس اللي قالوا لي عليكم قالوا لي ان انتوا بضاعتكم سكه جدا. سكه جدا؟ لا حضرتك اتاكدي بالبضاعه من نفسك يعني. بس الكلام اللي سمعته بصراحه يخليني اخاف اشتري من عندكم بقى اي حاجه. يا هانم احنا لينا اعداء كتير. انت تعمل لي فيها مثقف؟ انت مالك؟ انت فين؟ انا مش فاهمه. يا هانم احنا لينا اعداء كتير. ملهمش حق فعلا اللي قالوا عليكم كده. عموما انا كان لازم اجي بنفسي واتاكد قبل ما اخد رايي واحكم على حاجه ما اعرفهاش. طبعا يا هاني برافو عليك، عارفه انا لازم بتاكد بنفسي من اي حاجه قبل ما احكم عليها، ده وضع طبيعي يعني. امال يعني يا استاذ عادل عايزين ليه تمشوني من العماره بتاعتكم من غير حتى ما تسمعوني؟ هو حضرتك جارتنا في العماره؟ احب اعرفك بنفسي، مدام شاهي مدربه الايروبكس، والساكنه الجديده اللي شقتها فوق شقتكم. ماشي في الصحراء، ماشي في الصحراء، يطلع له اسد يقتله، يطلع له غزال ياكله، يطلع له حصان يركبه، يطلع له كلب يعضه، يطلع له ناموس يقرصه. كلب ايه وناموس ايه؟ كلب ايه وناموس اللي هيطلعوا له في الصحراء يا اهبل؟ ايه دول؟ ما انت لسه مطلع يا عم اسد وغزال في الصحراء، انا قلت لك حاجه؟ اهي لمطتك دي بقى اللي هتخليني مش هكمل لك اي حاجه. لا 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 انا اسف يا دول، انا غلطان، انا اسف. كمل يا دول، كمل والنبي. ياد انا بفيدك ياد في التاريخ ياد. المهم بقى فضل
رمسيس ماشي في الصحراء ماشي لغايه ما وصل لميدان رمسيس، لقى تمثال رمسيس، اتاكد ان هو ده الميدان، دخل المحطه، ركب القطر بقى الفرعوني يالا، ها، وداه لغايه الاقصر عند عيلته بقى اتلم مع عيلته. اه عيلته دي يعني اللي هي الاسر يا دولا، زي الاسره اللي هي ال 17 والاسره ال 21 وكده هون. يخرب بيتك ابتديت تفهم يا ده رمزه اهو. الله تلميذك يا دولا تلميذك. المهم بقى لما عيلته بقى اللي هم ايه اللي هم نفرتيتي بقى على توت عنخ امون على خوفو على العيال دي كلها، واخد بالك، وراحوا خدوا حته ارض بقى من المحافظه وبنوا عماره فرعوني ضخمه كده اهو على النيل بقى في 6 اكتوبر، كانت زراعات لسه صحرا بقى، واخد بالك، وراحوا عاشوا بقى كلهم بقى هناك في العماره وقاعدين مع بعض بقى لم شمل الاسره يعني كلها. اه يا دوله يعني الاسره الاولى كانت ساكنه في شقه واحد والاسره الثانيه كانت ساكنه في شقه اثنين وكده هون يعني، صح؟ ده انت تدرس تاريخ بعد كده يالا، برافو عليك. رمسيس بقى كان ساكن في شقه 12 عشان هو الاسره 12 بس، كان هم بنيين العماره على شقه، فهو كان ساكن في السادس بقى. ياه السادس دي عالية قوي يا دولة، معلش بقى ما هو الاسانسير بردك بيسهل. اسانسير يا هبل، ياد ايام الفراعنه من يجي بتاع 300 سنه على الاقل كان في اسانسيرات يا عبيد. امال يا دول امال ايه كانوا بيطلعوا ازاي وينزلوا ازاي دول؟ ما عشان كده بقى يالا اخترعوا المسله، يحطوا المسله قدام العماره الفرعوني، يجي مثلا رمسيس رايح الشغل مراته تحضر له الفطار وبتاعه يقول لها سلام عليكم كده، ويقوم ايه نازل واخد طرف المسله من فوق ويقوم الزحلق نزل على تحت، خد بقى العجله الحربيه اللي هي العربيه بتاعته دي وطالع بقى على شغله في الوزاره وبتاع. الله يا دولة الله. طب ويا دولة لما بيخلص بقى شغله ويجي مروح بقى يطلع ازاي؟ ما بيرجع بالمسألة بيرجع في الاسانسير بيطلع ولا اهلا مطك دي اللي ولا مش هحكي لك حاجه تاني. يلا يلا ايه دول انا عايز استفسر بيطلع ازاي؟ انا قلت افيدك يلا، وانت مش عايز تستفيد اطلع بره. يلا دول عايز استفسر بقى. ما تستفسرش اطلع بره، خد 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 تعال تعال تعال. عايز ايه؟ بتبرطم بتقول ايه؟ ما ببرطمش. بتبرطم بتقول ايه؟ اه بحس. يلا غور بقى من وش، غور من وش، واما تيجي هبقى احكي لك يلا بتاعت اخناتون يلا. انهي دي يا دول؟ اللي هم كانوا سايبه مش عايزين يجوزوه اللي هي البت اللي كان بيحبها وبتاع. يلا اتكل على الله بره يلا. انا الدكتوره هبه المنصوره. اهلا وسهلا حضرتك دكتوره، انا مش عيان يعني. I'm a psychiatrist حضرتك وبدور عليك من زمان. يعني ايه يعني دكتوره نفسيه؟ دكتوره نفسيه حضرتك؟ طب وانا مجنون يعني ولا ايه؟ لا حضرتك فاهمني غلط، دي الشهادات اللي بتثبت ان انا متخصصه في علم التعايش. شهادات، واضح ان انت مقدمه على وظيفه، لا العنوان غلط حضرتك. مش حضرتك الاستاذ عادل سعيد؟ الله ده انت عامله تحريات عني بقى. لاني عاوزاك في موضوع خطير. موضوع خطير ايه؟ انا هرب اثار ولا ايه؟ بعدين دلوقتي هدرسك. تدرسيني ايه حضرتك؟ هو انا كيمياء عشان تدرسيني؟ لا حضرتك راجل وعايش مع ست ستات، يعني قمه في التعامل مع التعايش. قمه مع التعامل مع التعايش؟ بعد اذن حضرتك يعني انا مش فار تجارب عشان تعملي عليا دراسه حضرتك يعني. يا استاذ عادل انا بألف كتير. وانا مش صاحب مطبع، مين اللي قالك عليا؟ ولاد الحلال هم اللي دلوني عليك. دول مش ولاد حلال، دول ولاد حرام. وشخصيه سايكوباتيه كمان، ده شيء هايل هايل. سايكوباتيه لعلمك بقى، انا ممكن اقلب شخصيه بتنجانيه وممكن اتهور على اي. لا انا هتهور عليك هنا. تهور على مين؟ انت مين حضرتك؟ اشتريت تمثال قط ابيض اروح البيت الاقيه اسود. اسود ايه وابيض ايه؟ اكيد حضرتك كان معاك حاجه سودا بقى قاعد عليه. لا انتوا اساسا مستقصديني. يا عم مستقصدينك ليه؟ بقول لك ايه، مفيش تمثال واتكل على الله. لا اطلع بره. لا لازم اخد حقي. تاخد حقك يعني ايه؟ مفيش حق واطلع بره بدل ما تضربك. انت بتسوقني والله العوره. تعور مين انت؟ تعال ورينا تعورني ازاي. طبعا انت هتشهدي باللي انت شفتيه. ما اضمنش. يعني ايه ما تضمنيش؟ انت جاي تتعلمي الندالة عليا ولا ايه؟ لا بقول لك ايه، ابوس ايدك. هو انت كنت وافقت اني ادرس حالتك؟ انا سامعه انك عايش في وسط ضغوط كتير. ايوه بس الضغط المره دي ممكن يدخلني السجن. يا عم السجن للرجاله. يعني ايه؟ يعني انت مش هتشهدي معايا ولا ايه؟ مصلحتي فوق كل شيء. ماشي، عموما اللي ملوش اهل الحكومه اهله. انت المجني عليه؟ ايوه يا باشا انا المجني عليه. مش بكلمك انت. ايوه يا باشا انا المجني عليه، اللي قدامك ده اهو انقض عليا زي الفك المفترس. بصي ستك بيقول لك ايه، بيغلط او الحق بان لوحده اهو، سبحان الله الحمد لله، يعني بيقول لك الفك المفترس، ومن المعروف ان حيوان الفك المفترس حيوان مفترس يعيش في البحر الاحمر، وبهذا الواقعه حصلت في البازار، وبهذا يكون هذا المتهم اتجن عليا. والسلام عليكم. السلام عليكم. استنى هنا، تهجمت عليه ليه؟ حضرتك انا ما تهجمتش عليه، ده هو اللي دخل عليا البازار وهو اللي تهجم عليا الاول. ستك يا باشا هو اللي تهجم عليا الاول. يا باشا والله يا باشا هو اللي تهجم عليا الاول. وبالاماره حتى اسال رمزي. مين رمزي ده؟
رمزي حضرتك ده المساعد بتاعي، بس هو ما كانش موجود معايا ساعه الخناقه. واساله ازاي اذا كان هو ما شافش حاجه؟ اضربوه بقى واضغطوا عليه وكهربوه لغايه ما اعترف كل حاجه. الورق اللي عندي بيقول ان في شهاده معاك، مين هي؟ انا يا حضره الضابط، وهشهد بكل حاجه لانه القانون لازم ياخد مجراه. انت هتعملي فيها امينه رزق؟ خلي بالك انت الشهاده الوحيده، وشهادتك دي هتحدد مين الجاني ومين المجني عليه. الاستاذ عادل ايه هتهزري ولا ايه؟ الاستاذ عادل ده. طب وابحاثك ايه ودراساتك نسيتي ولا ايه؟ هتسيبني ادرس حالتك؟ كل اللي انت عايزاه اعمليه براحتك. هتستحمل؟ هستحمل؟ ده انا مستحمل رمزي مش هستحملك. هتدعم ولا يكون عندك اي فكره يا حضره الضابط. الشهاده هتقول شهادتها. شهادتك يا دكتور. انت زفت. ولا قومي قومي يلا. ايه دولة؟ صحتني يا عم، صحتني من حلم جميل يا دولة. ده انا كنت خلاص قربت منها. قربت من مين يا صينيه بطاطس باللحمه دولة؟ سيب لي بقى اكملها قبل ما تبقى. قوم يلا ولا قوم، احنا جايين ننام هنا ولا ايه؟ مش ده مكان اكل عيش؟ خش اتكل على الله، روح هات لي تمثال نفرتيتي من جوه. هو مفيش غير رمزي هنا بقى؟ لا بقى نو 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 نو، مش عايز صوت عالي. يلا اتكل على الله ولا وبالراحه على التمثال عشان ما يتكسرش. لو سمحت كنت عايز اسالك على انت. لا 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 يا انسة، يا استاذه، يا مدام. خد هدول يا انسة. انت بتوزعني عشان كده؟ عشان كده ايه يا غبي؟ شوف لنا حل في المصيبه اللي حاصله دي. مصيبه؟ ماتت؟ ماتت ايه؟ هو انت يعني عايز مصيبه وخسائر وخلاص؟ روح اتصرف اتصرف اتصرف. ماشي، ثانيه واحده يا دول، ثانيه واحده. ايه يا استاذه؟ يا استاذه يعني انت جايه يغمى عليك ايه؟ وسع دول، وسع دول. هتعمل ايه يا دوله؟ ايه اللي انت بتهببه ده؟ ما تقلقش يا دوله، الجردل لسه مسحه قبلها بشهرين. الجردل اللي انت بتشرب منه هتفوق بيه الست دي؟ معقوله؟ دي ست رقيقه يا ابني، عايزه برفان كولونيا بس كده. ابو الرماميز معاه كل الحلول. اوعى يا دوله. ايه ده؟ اهو يا دوله. ايه ده يالا؟ ده برفان الليل واخره يا دوله. ده برفان اخر ليله، ليل واخره ايه يا ابني؟ لا لا لا، اشيل الفران ده من هنا يالا، وبسرعه بسرعه. يلا اتصرف اتصرف، روح على الدكتور، روح على الدكتور. ماشي. هوا يا دوله، هوا. بقول لك يا دوله، دكتور من اللي هو بيكشف على العيانين ده؟ لا، بيصلع عربيات، ده وقت غباوه. يلا بسرعه، يلا خلي بالك من الجردل. يلا يا جردل. يا انسه، يا استاذه، يا استاذه. طب ايه، اجيب ميه بسكر ولا اعمل ايه؟ يا هعمل ايه؟ بنت حصل لها ايه؟ والله ما اعرف حضرتك، ده هي دخلت كده ومره واحده راح اغمى عليها. ده انت شبهه بالظبط. شبه مين؟ احمد عز، ناس كتير قالوا لي يعني. افتح بقك كده. وحضرتك دكتور سنان؟ افتح بقك. حاضر اهو. ابتسم. كشر اهو. لف. هو في ايه حضرتك؟ سبحان الله، انت اسمك ايه؟ اسم عادل. متاكد ان اسمك عادل؟ ايوه حضرتك، هما بيقبضوا على اسمهم عادل ولا ايه؟ اصل انت مش فاهم، انا بقى هفهمك. انا جاي اعمل معاك صفقه كويسه. تحت امرك، انا عندي في البازار تماثيل كويسه جدا. يا سيدي مين اللي قالك بس ان انا عايز تماثيل؟ امال حضرتك عايز ايه؟ اثار يعني متهربه وكده؟ لا 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 حضرتك، ماليش انا في الاثار خالص. انا هدفع لك مبلغ كبير. حضرتك عايز الاثار دي من انه مقبره بالظبط؟ يا سيدي انا لا عايز اثار ولا عايز مقبره، انا بنتي في المستشفى. لا 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 حضرتك، لا عايزنا ندفع يعني ثمن المصاريف بتاعت المستشفى؟ لا حضرتك، هي اللي اغمى عليها لوحديها وحضرتك شفتها بنفسك يعني. يا سيدي اسمعني للاخر، انا بنتي لما اغمى عليها، اغمى عليها لما شافتك. اصل في شبه كبير قوي بينك وبين المرحوم خطيبها هاني. هاني لما مات حصل لها صدمه عصبيه، وانا اتصلت بالدكتور بتاعها وبلغته، وقال لي المفروض نستغل الشبه اللي بينك وبينه. يعني انت ممكن تعمل خطيبها وتكرهها في نفسك لحد مشكلتها ما تتحل. ايه بس حضرتك دي يعني بيندرج تحت اسم الكذب، وانا ما بحبش اكذب ابدا. يا سيدي مين اللي قال لك ان ده كذب؟ دي كذبه بيضة. كذبه بيضة، كذبه زرقاء، انا ماليش دعوه. طب اتفضل. لا حضرتك، لا 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 اتفضل. ده برضو يعني بيعتبر كذب حضرتك، انت عارف يعني. لا كذب كذب. اتفضل.
بص حضرتك انا ممكن اوافق بس مش عشان الفلوس ولا حاجه يعني، لكن عشان انا اساسا راجل شاعر وحساس وعندي مشاعر، فمقدر كويس قوي يعني ايه واحده تتصدم. عارف حضرتك انا اتصدمت بتاع 15 مره قبل كده، فاكتر من واحده اتصدمت فيها بس كان لاسباب خارجه عن ارادتي. عشان كده اما بقول لحضرتك ان انا موافق فانا موافق. يعني حضرتك تحب نبتدي شغل من امتى؟ دول 15,000 جنيه، ممكن نبتدي من امتى؟ بركات وفينك سعيد يا عمي سعيد. اه سعيد وفينك وفين ايامك وفاكر والطاوله والطاوله وجهار وشيش وياك و... بابا خش في الموضوع. ومش كان في بنت اسمها شرح كنت تعرفها ما كنت بتجوز البنت بنتي؟ طيب انت معاك تليفونها؟ معاي. طب بصوري بقى بصوري. لا سيبك منها، انا عندي ليك واحده كده ما تضربش لسه فيها مفك. وسعر طبيب ولا ايه؟ وانا ببيع لك اباجوره. بابا خش في الموضوع. خش انت جوه، انا ما عنديش ستات يقفوا في وسط الحريم. يلا اتكل على الله جوه. يلا وانت عامل ايه بقى وازيك يا رؤوف؟ واخبارك ايه؟ سعيد يا عمي سعيد. طيب خد يا بت، خد يا بت انت يا مترنك، يا مترنك اخضر تعال خد. مش فاهمة حضرتك بتوجه النداء ليا انا؟ امال يعني يا لبك؟ ما هو حضرتك لو عايز مامي انا ممكن اخش اندهلك عادي يعني. لا روحي اعملي لقمة للراجل الغريب اللي ما اعرفوش ده. لا لا يا عم ربنا يخليك، مش عايز اكل، لا متشكر، الا طبيخ رانيا. لا بلاش طبيخ. طب روحي يلا روحي على لبك اجري ومش عايز حد يروح. الصحة ما عادتش مستحملة يا عم رواش. وانت اخبارك ايه دلوقتي؟ انا الحمد لله كويس، بس من طعم مراتي حصل لها مشاكل من تحت طبيخ رانيا. وحصل لها ايه من طعي؟ كلت الطبيخ من هنا، شعر راسها كله وقع على الارض من هنا، اضطرينا نجيب لها باروكه وبنسدد فديونها لغايه دلوقتي. يعني مراتك بقت قرع وراي المثل يا قرع رخ رخ على مطرت بنت وخالتي. امال فين سناء؟ سناء بنت بنتي وبتنظف الاوضه بتاعتي والفوق، عايزه ليه؟ اصلها كانت قالت لي اجي اقبض جمعيه، فقلت اجي اخلص المصلحه دي وامشي. طب دلوقتي وانت ليه مصاهين وعلى النفقه؟ لا 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 عيب عيب، ما تقولش مصاهين. مصاهين ده ايه؟ انا مستمتع انت عارف، من طعي والباروكه واخده مني فلوس كتير. يعني انت عشان ما تشوفش الباروكه وتشوفها قرعه واحنا نجوع من الموت؟ طب ونعمل ايه بس؟ لا ده بص، لا انت لازم تجيب الفلوس بتاعت النافع. ايه ده؟ انت بترفع عليا السلاح؟ وغزك وغزك، وانت فاكر يعني ان انا زهايمر وعجوز؟ لا ده انا غزك واطلع لك كرشك ده وغزك، عارف اعمل ايه؟ دولا حبيبي ما تجيب يا عم انت الهدوم بتاعتك اللي خلي الواد فتح اغسلان يا عم انت. وبعدين اغسل هدومي مع هدومكم عشان تتطين زي ما هدومكم طينه كده. ايه يا ابني انتوا ما عندكوش بيوت ياض انت وهو ولا لا؟ ما عندناش يا ريس. يا دولا انت الخير والبركه يا عم. خلاص يا عم ايه، خلاص لا في خير ولا في بركه، ومش عايزكم يا اخي في بيتي يا اخي. يا اخي امشوا بقى يا اخي. دولا ما تطلع انت المصيف بعد كده وتسيبنا احنا هنا بقى براحتنا. ده عشان تخربوا بيتي زياده ما انتوا خربتوه. ما تفتح يا عم، ما تفتح، بتبص على ايه؟ ما تفتح. افتح يا عم. حاضر حاضر. ايوه ايوه بكيا، احنا بتوع البكيا. لا متشكر يا حاج، شكرا، مش عندنا اي حاجه تتباع، شكرا. وبعدين فين المعلم فتله؟ ايوه يا معلم امرني يا بابا. فين البضاعه يا عم اللي انت وعدت انك تبيعها لي؟ بعدين يا حاج، بعدين بعدين. وبعدين الاباجوره اللي انت بايعها لي دي قبض فلوسها ما بتنور. وريني الاباجوره دي. انا دافع فلوسها يا فندم. استنى، الاباجوره دي بتاعتي. ايه ده، انتوا بتبيعوا الحاجه اللي في البيت يا حراميه؟ يا عم بيت ايه يا عم، هو دي حاجات تافهه دولا؟ ده انا بفكر اغير الانتريه ده. انتريه كمان؟ يا عم اطلع بره. اسيل بتاعك بره يا حراميه. يلا بره يا حراميه، بره، اطلع بره. دولا بص بقى، انا كده كنت همشي يا دولا، بس مستنيك انت اللي تطردني عشان يبقى عملت اللي عليا. انت مش عملت اللي عليك؟ تعالى لي بقى اعمل انا اللي عليا. ايه ده بتسرق بيتي؟ بتسرق بيتي يا حرام، اطلع بره. ماشي بره، اشوفك هنا ولا في البازار. ماشي دول بره. هتنفخ.
ترى انت فين يا رانيا؟ يا رانيا وحشتينا يا رانيا. الله الله الله، ده البيت خرب. الو، ايوه ماما. يا ماما انتوا اتاخرتوا او انتوا مش جايين ولا ايه يا ماما؟ دي ما بقتش شقة، دي حطام وبقايا وأطلال شقة. كده يا عادل؟ كده تبهدل الشقة بالشكل ده يا عادل؟ معلش يا ماما أنا آسف والله، حقكوا عليا. إحنا غلطانين، سيبناك في الشقة لوحدك. خلاص ما تسيبونيش تاني، والنبي ما تسيبونيش تاني. ده حتى أنا مش لاقية القطر بتاعي، عمالة أدور عليه مش لاقياه، وكل عرايس اللي عندي إيديها مخلعة. هيبقى أكيد الواد فاتلك كلب ولا كلب. إيه الوساخاتوس اللي أنت عايش فيها دي؟ وإيه الريحة الزبالاتوس اللي أنا شماها دي؟ عايزة أقول لك حاجة، أنا أعرف كويس قوي الريحة دي. ها؟ رمزي، دي ريحة رمزي. رمزي كان هنا في الشقة يا عادل صح؟ الله يخيبك يا رمزي، مشي وساب ريحته. ده أكيد كان في حد هنا، ده حتى واضح جدا. وايه اخبار الصفقه اللي هتغير حياتك يا عادل؟ صراحه يعني يا اخوانا مفيش اي صفقه ولا حاجه. انا كنت متخيل نفسي ان انا لما اقعد لوحدي كده وبعيد عنكم هبقى مبسوط، بس انا بجد ما اتبسطتش. واحنا كمان ما انبسطناش، عشان بصراحه كان في حاجه كبيره قوي ناقصانا. فعلا، وانا كمان نسيت اجيب الام بي 3 بتاعي. وانا كمان ما انبسطتش يا بابا، ده حتى البنات كلها كان باباهم بينزلهم الميه الا انا. معلش يا حبيبتي، ان شاء الله الصيف الجاي هاجي معاكم وهنزلك الميه لغايه اما تشرقي. ايوه النبي يا عادل، ده احنا ملناش حس من غيرك. انتوا مالكوش حس، ده انتوا ما شاء الله حسكم بيجيب اخر الدنيا. والله يا عادل ما كلينا سيره الا في الكلام عنك. اكيد في النميمه طبعا. ليه بتقول كده؟ والله كنت وحشنا يا عادل. انت اوحش. سامعة يا ماما؟ عاجبك طريقتي دي؟ اقول له وحشني يقول لي انت اوحش. جراسر راجل بيهرج معاكي. انت مالك؟ انت قصدك ايه يا رانيا؟ في، انا مش قصدي حاجه، انت عايزك واضحه ولا ايه يا سناء؟ يبقى تخرسي خالص لما اكون بتكلم مع اخويا. لا اغرسي انت خالص، انت ما تتكلميش معايا يا حبيبتي. لا تقوم راحتي. الله اكبر الله اكبر. يا سلام، والله وحشتوني يا رجاله وحشتوني. انا رمزي. يا رمزي مالك يالا؟ الحقنة دولة، انا خلاص بموت بموت يا دولة، كل حتة في جسمي بتوجعني. ايه اللي حصل؟ اجيب لك دكتور؟ ايه اللي بيوجعك بالظبط؟ هنا دولة بيوجعني. ده القلب يالا. ودي انا دولة. ده ايه اللي زايدة؟ وهنا دولة بيوجعني. ده المخ. لا ده مش اشكال. ممكن يا دولة انا بموت. يعني الحتة دي بتوجعك؟ لا. دي مش بتوجعك؟ لا. ولا دي؟ لا يا دولة. طب دي؟ لا خالص. ورين صباعك. اهو دول. ده صباعك هو اللي بيوجعك يا هبل. يا دولة صح. وانا ده بتاع الصبح ده اللي باب البازار زنق عليه. باب البازار؟ وانا اقول الباب مزرق ليه؟ لا يا دولة بقى. لا خضتني يا اخي. وانا اتخضيت؟ ده انا قلت انا مت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه وبركاته. ازيك يا معلم تيتي؟ قلب عليك الدنيا يا عم عشان اديك فلوسك. معقوله كنت فين؟ اصل صحيت براحتي محدش صحاني. هما لون دي اخر ليا في الروقان. يا سلام يا معلم تيتي عليك وعلى روقانك ولياليك. خلاص بح، مفيش روقان بعد كده. الجماعه جايين من مصيف النهارده. جايين من مصيف؟ اصل انا بعتبر المصيف ده فتره النقاهه للراجل مننا. صفر الحريم وعيش لوحدك في الهدوء والروقان، ولا غلط يا ابن اللذينه؟ دي فكره هايله قوي. يعني بتقعد تعمل ايه يعني وانت لوحدك؟ بتعيش براحتك لدماغك لذات نفسك، واللي ما بتعرفش تعمله حد موجود بتعرف تعمله ومحدش موجود، ولا غلط؟ الله الله على حكمة اليوم. لا دي طبق اليوم. إذ ربما بقى سافرت معاهم، خد عندك مرمطة، شيل وحط وخد وهات ودق الشماسي وانفخ العوامة. إلا انفخ العوامة دي، يعني بجد أكتر حاجة بتبقى صعبة جدا في المصيف. مرة جابولي اللي هي فردة الكاوتش بتاعت العربيات الكبيرة، عربيات النقل دي، قعدت انفخ فيها يا معلم لغاية ما اتنفخت. طب هاوي بقى وطلع الفلوس. اتفضل يا سيدي، ادي الفلوس بتاعتك اهي. أي خدمة معلم تيتي. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه وبركاته. يا سلام، اللي ما تعرفش تعمله حد موجود تعرف تعمله ومحدش موجود.
دولا ما يعني دولا ما قلتليش اعمل ايه في صباع اللي طلع هو اللي بيوجعني ده. اللي انت ما كنتش عارف ان هو اللي بيوجعني. يا دولا بص يالا، عارف عادل ادهم؟ الله يرحمه، بحبه قوي. فاكر يالا لما كان بيقولك ايه؟ انا صباعي لو وجعني اقطعه مع لجوش. يا دولا فاكر. مش انت بتحبه قوي؟ قوي يا دولا. مش تعمل زيه ولا ايه؟ ديكي وديكوا المحطة. توحشيني يا راني. بابا انا لابسه المايو تحت الهدوم عشان اول ما اروح انزل البحر على طول. برافو عليكي. برافو يا ياسمينة. يلا باي باي. باي 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 يا ماما. ولا رمزي وصلوا كل الشنط ووصلوا واطلع على البازار. يلا حضرة دول بسرعه بسرعه. حضرة دول بتاع ده، اطلع خد ده، اطلع خد، مش اشكال. اخيرا مين الغتيت اللي جاي دلوقتي ده؟ ايوه 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 دولا حبيبي. ايه دولا بقى يا عم؟ يا اخيرا بقينا لوحدينا يا دولا. بقينا لوحدينا على اساس ان انت معايا ولا ايه؟ ما طلعش على الشغل ده يا رمزي. ايه دولا بقى، ما هو هنا شغل بردك يا عم، انت مش قاعد لوحدك يعني؟ عايز اللي يطبخ لك واللي يكنس لك وكده هون يا دولا. الاول عايز حد يكنس لي ولا يمسح لي ولا اي حاجه. يلا يا ياض اطلع على البازار. ياض ايه اللي جابك؟ لا انت خاطر اسيبك معايا هنا والحركات دي؟ لا ليه دولا بس، ايه اللي هيحصل يا عم؟ يعني انا معقوله هفتن عليك مثلا ولا حاجه؟ طبعا انت طول عمرك بتفتن عليا. فاكر اي حاجه بتحصل في البازار مش كنت بتروح تقولها رانيا على طول؟ ايوه دولا، ما هي رانيا اللي كانت بتسالني. لا مش مضمون، انت ندل اصلا، انت النداله جواك يا ابني، جوه دمك. فاكر البت اللي قعدت تتحايل عليها سنه بحالها عشان تخرج معاك؟ يوم ما خرجت معاك رحت قلت لابوها؟ ايوه دولا، مع ابوها سالني برضه. ما ممكن اي حد يسالك. يلا اطلع على البازار، اطلع على البازار. طب معلش جربني يا عم انا المره دي، وانا يا عم ليك عليا يعني، انا لا اسمع لا ارى. لا اسمع لا ارى لا افهم. حاضر. لا افهم دي انا ضامنها، اهم حاجه لا تسمع لا ترى. لا اسمع لا ارى خالص. ماشي. ايش يا دولا عليك يا ابن عمي، يا حنين انت يا حنين. هاي بوجتك معاك يا ده، انت مستعد يا ايه دولا؟ قلت ايه؟ مش سامع. اللي هي لا اسمع يعني. طب فين لا ارى؟ اهي دولا كده لا ارى كده لا تفهم. قلت لي بقى يا دولا البيت بقى كله جنينه؟ بقى كله جنينه، والجنينه مقدور عليها، البيت بقى كله ناموس يا رمزي. دولا هو كل القرص دون من ناموسه؟ ناموسي ايه يا هبل، ده جيش ناموس. وقال لك يلا عادل سعيد اهو اهجم كله على القرص. ايه يا رمزي؟ معلش يا دولا معلش والله، بس على فكره بقى دولا اكيد اللي قرصك ده اكيد اكيد يعني ناموس. يا امال انا بقول ايه؟ من قوم يلا قوم يلا من خلقت يلا قوم يلا من خلقت. معلش يا دولا بقى بالناموس ده بقى معلش. إيه لو سمحت يا عم، بتاع الزرع انت تعالى. نادي على مين يا بتاع الزرع دول؟ عايز اساله الزرعه بتاعت اللي في البازار ما زرعتش ليه يا عم؟ امور يا باشا. بعد اذنك يعني ابعد الزرع ده عني عشان مش ناقص ناموس زي ما انت شايف اهو. دي الزرع ده ما بيلمش ناموس. امال ايه يعني ما بيلمش ناموس؟ امال بيعمل ايه؟ دي زرع اصطناعي. اصطناعي اصطناعي، بيفكرني بالناموس برضو، ابعده عني. لو سمحت يا عم هات لي واحده بس لو سمحت. دول ادفع له بقى 20 جنيه. 20 جنيه في زرع صناعي؟ امال لو طبيعي يبقى بكام؟ ده الطبيعي بيعدي يا بيه، ده توصل الواحده جه 50 جنيه. انت بتزعلي ليه؟ 50 جنيه. طب واللي عنده مثلا كميه زرع حوالي 500 زرعه؟ 500 زرعه يا سواد السواد، ده ممكن يفتح بنك ائتمان زراعي ولا مشتل. انت ما بتزعلي ليه يا عم؟ بتزعل ليه؟ مشتل مشتل هو ده. 500 زرعة في 50 جنيه حوالي 25,000 جنيه. يا دولا معاك 25,000 جنيه ومستخسر فيه 20 جنيه يا دولا؟ لا 20 جنيه مش قضية، بس هو الفكرة بتاعت المشتل، هي دي فكرة. اللي بقولك يا دولا، هو أنا الزرعة دي يعني بقى أسقيها كل 3 أيام؟ يهبل يهبل، زرع صناعي تسقيه كل 3 أيام؟ صناعي يهبل، اسقيه كل ما يعطش. الله ينور عليك، ده أنا ما كنتش أعرف يا أخي ما تجيب 20 جنيه.
اتفضل يا سيدي. ولا رمزي طلع لسانك، طلع لسانك. ايه ده دولة ده؟ اهم حاجه عرفت اسعار البضاعه اللي موجوده هنا ولا زي البازار؟ ايه ايش حال ما كنت عارفني؟ انت بتعملي فيها فلاح؟ ما انا عشان عارفك، عارف ان انت هتبوظ كل حاجه. اهم حاجه يالا الزرع ده يخرب بيتك، يخرب بيتك. الزرع ناشف يالا، انت ما سقيتوش بقالك يومين شكلك كده. ايه دول؟ ما عادي يا عم، انا الزرع اللي عندي في البازار يا دول اللي شاريها من عند الراجل بقالي اسبوع يا عم، ما سقيتهاش ولسه خضره وما نفشتش. ما نفشتش ايه يا اهبل يا اهبل؟ الزرع اللي انت واخدها من الراجل دي بلاستيك، يعني اكيد الراجل سقاها قبل ما يبيعها لك يا اهبل. اه تصدق صح دي. ايه يا حبيبي في ايه؟ هو انت استحليت حكايه الزرع ولزقت فيها؟ معلش يا رانيا ما تزعليش نفسك، هو عادل كده بقاله كام يوم قلوده قلوده غتيت يا حبيبتي يا رانيا. حبيبتي يا رانيا؟ متهيألي غريبه دي شويه سناء. لا لا ما خلاص، سيبيني حبيبي، احنا عملنا معاهده سلام وعملنا تصالحات مع بعض وكده، احنا كلنا بنحب بعضنا، عشان كده مفيش داعي للزرع ده. مفيش داعي للزرع ده؟ لا بقول لكم ايه، انا الزرع دلوقتي ده بقى مشروعي، وبعدين الحمد لله خلاص ربنا قدرني ودفعت لكم ثمنه 5000 جنيه، عايزيني تاني؟ ما احنا ما اختلفناش يا عادل، عادي الزرع ده كنا جايبينه عشان مهمه معينه وخلصت، والحرب الحمد لله بقت سلام زي ما قالت مجيده هانم. يا سلام، اعتبروني يا ستي من قوات حفظ السلام، بس الزرع ده مش هيمشي من هنا غير لما يتباع ان شاء الله، لان انا حاطط فيه كل فلوسي وكل ما املك. بس عادل عادل، الناموس اكل وشاتنا كلها. وشاتكم مفيش اي مشكله عليها من الناموس، وخصوصا ان الناموس ده قرص وبيعتبر علاج، مش كده ولا ايه يا رانيا؟ ايوه يا بيبي، بس انا مش بعرف انام من الاصوات. الضفادع طول ما هي قاعده عماله تعمل اصوات غريبه. ما هي ضفادع، عايز الضفادع تقول سيو 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 سيو، ما معروفه الضفادع بتقول ايه. وبعدين الضفادع دي انا عاملها في مزرعه مخصوص عشان اصدرها لفرنسا، محل بيقدم الضفادع هناك اسمه الضفدع البريه. مش معقوله يا عادل البيت يتحول لمشتل، والرايح والجاي ورايح جاي، يخش ويدخل يخش ويدخل. ايوه فكرتيني بالنسبه للرايح واللي جاي. ولا رمزي ايوه دول عملت اليافطه يالا بتاعت ان هنا مشتل والنبي. ايه من اول امبارح. طب كويس يالا كويس، عشان نبيع بقى ونكسب يالا. وعايز كمان بقى اعمل ترعه يالا ما بين الحمام والمطبخ، بس عايزك بقى في الترعه دي تختص فيها كل يوم كل يوم. ليه يا دولة؟ عشان يجيلك بالهريسه ونخلص منه. مساء الخير. احسن نور. اهلا وسهلا بشار الزباين، هل تهي يالا؟ اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا يا فندم. إيه انا اسمي حسن، وانا جيت مخصوص انا وخطيبتي نعيمه عشان نشتري من المشتل بتاع زرعه الحب الصافي. يا سلام، زرعه الحب الصافي عينيا ليك. ولا رمزي ايوه يا عمدي. عايزك بسرعه تخش تحت الدولاب عندي، هتلاقي في زرعه صغيره كده اهو اسمها زرعه الحب الصافي، تصفيها من البذر اللي فيها وتجيبها على طول. عينيا يا عمدي، عايزينها تبقى خضره الارض اللي في الشمس. وعايزين كمان زرعه الزهور المتسلقه. زرعه الزهور المتسلقه، واضح ان ذوق حضرتك هايل. ولا رمزي ايوه يا عمدي، هتلاقي فوق الدولاب زرعه الزهور المتسلقه على الدولاب، هاتها قبل ما تطلع على الدور اللي فوق بسرعه. على حضرتك الحساب 100 جنيه. يا اهلا وسهلا. اهلا اهلا اتفضل. شكرا، بس لو سمحت كوبايه ميه ساقعه. قوي قوي عينيا ليك، اتفضل اتفضل اتفضلوا. بنت رانيا ايوه يا حبيبتي. يقول لك رانيا يا غبي يا غبي. ايه يا عادل؟ رانيا عايزين كوبايه ميه واتنين ليمون لو سمحت. يا سلام، من عينيا يا حبيبي. اهلا وسهلا اهلا وسهلا، منورين استاذ حسن واستاذه نعيمه. ادي الليمون وادي الميه يا بيبي، اشربوا بقى. الحمد لله وقع من فوق الدولاب. يا سلام، 25000 جنيه من زبون واحد بس يالا رمزي. يا بختك يا دولة يا بختك يا عم، انما انا بقى الزرعة دي قاعدة في قرابيزي محدش راضي يشتريها يا دولة. يا ابني اذا كان محدش راضي ياخدك انت فوق البيعة بتاعت الزرع كله، اعمل لك ايه؟ ما انت رجعت تاني يا رمزي، اعمل لك ايه؟ يلا يلا الحمد لله الحمد لله. ايه ده؟ في ايه؟ انت اللي بعت الزرع للعيال دي؟ لا حضرتك مش انا، ده الواد ده. بس يا دول عنك انت يا عم، ما تقلقش يا دول، انا بقى ابن عمك رمزي هيشيل عنك كل القضيه يا دول، بس وصيتك يا دول الزرعه دي والنبي. ها خير يا عم؟ انت اللي بعت الزرع ده؟ لا مش انا، ده دول.
هو ده ماشيل عنك واوعى وحوش. ماشي ماشي انا هتصرف. خير حضرتك؟ انا عايز اعرف مين اللي باع الزرع للعيال دي. حضرتك انا اللي بعت الزرع لحسن ونعيمه. ايه اللي حصل؟ هات الفلوس احسن لك وخد الزرع الدبلان بتاعك ده، انا محمله بره في 3 عربيات نقل موجودين تحت. حضرتك ليه بس؟ ايه اللي حصل يعني؟ انا بقى مش مجوز حسن لنعيمه. ليه يعني؟ هو عشان شغال مغنوات يعني؟ لا انا دي جي. حضرتك في ايه بس؟ هات الفلوس احسن لك. طب ما فيش امل بس يعني نصلح بين حسن ونعيمه؟ قلت لا، هات الفلوس. ماشي ماشي حضرتك خد الفلوس، وممكن حضرتك كمان تاخد الزرعه دي فوق البيعه. لا يا دوله دي زرعتها يا دوله. يبقى خد الواد ده فوق الزرعه دي. يلا معايا يلا قدامي. الحاني يا عمي. يلا 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 مع شيخ الغفر.